بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 115 115. إذن في أول الصفحة au début de la page on a s'exprimer. طبعا هذا فعل s'exprimer يعني عبر عن نفسه، وكما قلنا في حالتنا هذه يعني التعبير. Le premier paragraphe qu'exprime ses visages. D'abord, si nous prenons l'ensemble de ces images, qu'exprime-t-il? De quoi s'agit-il? Si nous prenons l'ensemble de ces images, إذا أخذنا مجموعة هذه الصور, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? إذا أخذنا مجموعة هذه الصور, بماذا يتعلق الأمر؟ إذن يتعلق الأمر, il s'agit des sentiments. إذا يتعلق الأمر بالأحاسيس، يتعلق الأمر بالأحاسيس. إذا نتكلم عن الخوف، عن الفرح، نتكلم عن المفاجأة، نتكلم عن الحزن أو الخجل إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لي سونتيمون كيكسبريم سي فيزاج. كيكسبريم سي فيزاج، عن ماذا تعبر هذه الأوجه؟ عن ماذا تعبر هذه الأوجه؟ جينيرالمون سي فيزاج exprime des sentiments. إذن عموما هذه الأوجه تعبر عن des sentiments، تعبر عن أحاسيس، تعبر عن أحاسيس. ومنها فعل sentir، sentir أحس أو شعر، أو في معنى آخر شم، أو في معنى آخر شم. إذن نتكلم عن les sentiments يعني الأحاسيس. Si nous prenons la première image qui exprime ce visage. إذن إذا أخذنا الصورة الأولى، عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ Si nous prenons la première image qui exprime ce visage. عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ La réponse, الجواب، ce visage exprime la tristesse. Ce visage exprime la tristesse. إذن هذا الوجه يعبر عن الحزن. Pour la première image, ce visage exprime la tristesse. Pour la première image, ce visage exprime la tristesse. هذا الوجه يعبر عن الحزن. Nous passons à la deuxième image qui exprime ce visage. إذا نمر إلى الصورة الثانية qui exprime ce visage. كما لو نقول ماذا يعبر هذا الوجه؟ المقصود عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ عن أي إحساس يعبر هذا الوجه؟ كيكسبريم سو فيزاج. إذن pour la deuxième image سو فيزاج exprime la joie. Pour la deuxième image سو فيزاج exprime la joie. إذن بالنسبة للصورة الثانية هذا الوجه يعبر عن الفرح، la joie. نقول مثلا il est joyeux. il est joyeux يعني أنه هو فرح. نقول مثلا il est joyeux، هو فرح. اذا نتكلم عن لا جوا، لا جوا يعني الفرح. ثم si nous prenons la troisième image، اذا اخذنا الصوره الثالثه qu'exprime-t-elle؟ qu'exprime son visage. qu'exprime son visage، عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ qu'exprime son visage، عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ اذا واضح بانه يعبر عن الخوف. Alors, qu'exprime son visage? عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ إذن, pour la troisième image, son visage exprime la peur. Pour la troisième image, son visage exprime la peur. Pour la troisième image, son visage exprime la peur. إذن, بالنسبة للصورة الثالثة, هذا الوجه يعبر عن الخوف. Nous passons à la quatrième image, qu'exprime son visage. Nous passons à la quatrième image qui exprime son visage. نمر إلى الصورة الرابعة، عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ Qui exprime le visage sur la quatrième image. عن ماذا يعبر الوجه الموجود على الصورة الرابعة؟ Alors, son visage exprime la colère. كما نرى هذا الوجه يعبر عن الغضب. إذن هناك شخص يبدو غاضبا. من خلال وجهه نعرف بأنه غاضب.
إذن سو فيزاج هذا الوجه، نتكلم عن وجه هذا الشخص، نتكلم عن ملامح هذا الشخص. إذن سو فيزاج إكسبريم لا كولير، كما قلنا فيما سبق جو مي ان كولير، جو مي ان كولير، سينون جو مي ان كولير، سينون وإلا جو مي ان كولير، سأبدأ في الغضب، سينون جو مي ان كولير، المقصود أنني سأغضب. إذن هنا سو فيزاج إكسبريم لا كولير، سو فيزاج إكسبريم لا كولير، هذا الوجه يعبر عن الغضب. Nous passons à la cinquième image qu'exprime son visage. Nous passons à la cinquième image qu'exprime son visage. Idan an madi yu'abbir hada alwajh. Idan son visage exprime l'étonnement. L'étonnement, al-mufaja'a. Ou bien la surprise. Son visage exprime la surprise. Hada alwajh yu'abbir an al-mufaja'a. Son visage exprime لا سوربريز، هذا الوجه يعبر عن المفاجأة. نقول مثلا جو سوي سوربري، أنا فوجئت. جو سوي سوربري، أنا تفاجأت. جو سوي سوربري، أنا تفاجأت. أقول مثلا جو سوي توجور سوربري بار لي كوانسيدونس. جو سوي توجور سوربري بار لي كوانسيدونس. Je suis toujours surpris par les coïncidences. أنا دائما أفاجأ بالصدف. Je suis toujours surpris par les coïncidences. أنا دائما أفاجأ بالصدف. أنا دائما تفاجئني الصدف. Je suis toujours surpris. إذا نتكلم عن la surprise. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce visage exprime la surprise. Son visage exprime la surprise. Et enfin, sur la sixième image, qu'exprime son visage. وأخيراً على الصورة السادسة, عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ Sur la sixième image, qu'exprime son visage. على الصورة السادسة, عن ماذا يعبر هذا الوجه؟ Alors, sur la sixième image, son visage exprime la timidité. Sur la sixième image, ce visage exprime la timidité. إذن على الصورة السادسة هذا الوجه يعبر عن الخجل. La timidité. نقول عن شخص بأنه تيميد. نقول عن شخص بأنه تيميد يعني أنه خجول. نقول عن شخص بأنه تيميد يعني أنه خجول. أقول مثلا il est timide avec moi mais pas avec les autres. Il est timide avec moi, mais pas avec les autres. هو خجول معي. عندما يكون معي يكون خجولا. Mais pas, ولكن ليس, avec les autres, مع الآخرين. يعني مع الأشخاص الآخرين يكون شخص عادي يتكلم في راحته. ولكن عندما يكون معي يكون شخصا خجولا. إذن, il est timide avec moi. Mais pas avec les autres. Nous passons au deuxième paragraphe. Que disent-ils pour exprimer leurs sentiments? إذن ماذا يقولون لكي يعبروا عن أحاسيسهم؟ لكي يعبروا عن إحساسهم؟ إذن ماذا يقولون لكي يعبروا عن أحاسيسهم؟ Regardons bien ces illustrations. إذن فلنرى جيدا هذه الصور الموضحة. Sur la première image, une fille qui est triste, pourquoi? Parce que sa poupée a perdu une jambe. لأنّ دميتها فقدت رجلا. Nous passons à la deuxième image. Comme nous le voyons, une mère en colère. إذا نرى أما غاضبة en colère. Nous voyons sur la deuxième image. Une mère est en colère car son fils a sali ses vêtements. Car son fils a sali ses vêtements. Idem, sur la deuxième image, comme nous le voyons, une mère est en colère. Kamanara ummen radiba. Car son fils a sali ses vêtements. Li anna ibnaha wassaha ses vêtements tiyabao.
نتكلم عن مجموعة تياب. إذن نتكلم هنا عن لو فيرب صالير، أصالي يعني وسخة. سور لا دوزيام إيماج، أون مير نتكلم عن أم، إتون كولير أما ما أنها غاضبة، كار سون فيس لأن ابنها أصالي هو وسخة سيفيرمون، وسخة تيابه. إذن أون مير إتون كولير كار سون فيس أصالي سيفيرمون. Et sur la troisième image, nous voyons un enfant s'enfuir effrayé par un chien. إذن وعلى الصورة الثالثة نرى طفلا s'enfuir يهرب effrayé خائفا par un chien خائفا من كلب. كأن الكلب يخوفه effrayé كما نقول أنه مرعوب par un chien من طرف كلب. إذن نعود إلى السؤال. Nous reprenons à nouveau la question. Que disent-ils pour exprimer leurs sentiments? Que disent-ils pour exprimer leurs sentiments? Que disent-ils pour exprimer leurs sentiments? إذن ماذا يقولونهم لكي يعبروا عن أحاسيسهم؟ إذن ماذا سيقولون في هذه الحالات التي هم يوجدون فيها؟ إذن كل شخص يتكلم عن ماذا سيعبر. مثلا الصورة الأولى واضح أن البنت ستعبر عن حزنها. في الصورة الأولى واضح أن البنت ستعبر عن حزنها. لماذا؟ لأن دميتها تقطعت أحد أطرافها. ثم في الصورة الثانية، طبعا الصورة الثانية تمثل أم غاضبة، إذن الصورة الثانية تعبر عن الغضب. في حال الطفل، موقف الطفل أنه خائف لكنه ليس هو المتكلم في الصورة، إذن الذي سنعبر عنه هنا هو الأم. ثم عندنا في الصورة الثالثة هناك شخص يهرب من كلب. في الصورة الثالثة أكيد أن تعبر عن الخوف، خوف هذا الشخص من هذا الكلب. إذن ماذا سيقول كل شخص من هؤلاء لكي يعبر عن الحالة التي هو فيها، سواء تعلق الأمر بالحزن أو بالقلق أو بالغضب أو تعلق الأمر بالخوف. Pour la première image, cette fille peut exprimer ses sentiments comme exemple. إذن هذه البنت يمكن أن تعبر عن أحاسيسها كمثال en disant Malheureusement, ma poupée a perdu un membre. Malheureusement, ma poupée a perdu un membre. للأسف دميتي فقدت طرفا. Ou bien, أو تقول, Malheureusement, ma poupée a perdu sa jambe. Malheureusement, ma poupée a perdu sa jambe. للأسف دميتي فقدت رجلها. طبعا عندما تقول طفلة مثلا, Malheureusement, ma poupée a perdu un membre. للأسف دميتي فقدت طرفا. ممكن أن هذا الطرف يكون اليد أو الرجل، ولكن في الجملة الثانية نحدد أكثر، نحدد بأن الرجل هي التي فقدت. Malheureusement, ma poupée a perdu sa jambe. Pour la troisième image, cette mère peut exprimer sa colère en disant. إذن على الصورة الثانية هذه الأم ممكن أن تعبر عن غضبها قائلة. Sur la deuxième image, cette mère peut exprimer sa colère comme exemple en disant. La mère peut exprimer sa colère en disant comme exemple à la sourate الثالثة الأم يمكن أن تعبر عن غضبها قائلة مثلا Oh mon Dieu, quels sont ces vêtements sales? N'ai-je pas recommandé de faire attention à vous-même en jouant? N'ai-je pas recommandé de faire attention à vous-même en jouant? N'ai-je pas recommandé de faire attention à vous-même en jouant? ألم أوصي بأن تفعل انتباها ألم أوصي بالانتباه بمعنى آخر ألم أوصي بأن تفعل انتباه المقصود ألم أوصيك بأن تفعل انتباها المقصود أن تنتبه أظمام لك أنت المقصود أن تنتبه لنفسك لك أنت المقصود أن تنتبه لنفسك أنجو عند اللعب وأنت تلعب أنجو لاعبا أن تنتبه وأنت لاعب وأنت تلعب بمعنى آخر. Oh mon Dieu, quels sont ces vêtements sales? N'ai-je pas recommandé de faire attention à vous-même en jouant? إذن يا إلهي, mon Dieu, quels sont ces vêtements sales? أي تياب متسخة هذه؟ ما هذه التياب المتسخة؟ Quels sont ces vêtements sales? يا إلهي, ما هذه التياب المتسخة؟ N'ai-je pas recommandé de faire attention à vous-même en jouant?
ألم أوصي بالانتباه لنفسك وأنت تلعب بأن تنتبه لنفسك عند اللعب؟ Et sur la troisième image, que dit-il pour exprimer ses sentiments? Que dit-il pour exprimer ses sentiments? ماذا يقول هو لكي يعبر عن أحاسيسه؟ ماذا سيقول لكي يعبر عما يحس به؟ عما يحس به من شعور؟ سواء كان خوفا أو فرحا أو حزنا إلى غير ذلك. إذن, que dit-il pour exprimer ses sentiments? Sur la troisième image, quel est exactement le sentiment exprimé par cette personne? إذن, على الصورة الثالثة, ما هو بالضبط الإحساس المعبر عنه من طرف هذا الشخص؟ إذن, على الصورة الثالثة, ما هو بالضبط الإحساس المعبر عنه من طرف هذا الشخص؟ Sur la troisième image, quel est exactement le sentiment exprimé, المعبر عنه, par cette personne? Bien sûr, c'est la peur. هو يعبر عن الخوف. الشخص يعبر في حالته عن الخوف. إذن, que dit-il pour exprimer sa peur? إذن, ماذا سيقول لكي يعبر عن خوفه؟ Il peut dire, comme exemple, sauvez-moi, انقذوني. Sauvez-moi. Sauvez-moi, انقذوني. Chien dangereux. Chien dangereux. Ou bien chien enragé. كلب مسعور. Sauvez-moi. Chien dangereux. انقذوني. كلب خطير. Sauvez-moi, chien dangereux. انقذوني. كلب خطير. أو يقول. Au secours, chien dangereux. Au secours, chien dangereux. النجدة كلب خطير. أو يقول. Au secours, chien enragé. Au secours, chien enragé. النجدة كلب مسعور. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، نكتفي بهذا القدر، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.